امتزج غضبهم مع الحزن والبكاء على ضحايا يسقطون يوميا في المعركة التي تشنها تركيا ضد شمال سوريا. من بين هؤلاء روجيندا، الفتاة العشرينية التي سقطت في القامشلي أثناء قتالها في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، كما تبلغ أفراد من عائلتها نازحون في لبنان. بعرفها أنه هي قوية كتير، بتدافع عن وطنها وعن دم عن أرضها. يعني الأتراك، الأتراك ما بعرف شو بدهم منها. لك حاش، لك أخذوا عفرين ما بيكفي، بدهم ياخذوا قامش لكوباني ما بتكفي. يعني نحن شو زمنا؟ نحن جايين كراد، شو زمنا؟ يعني نحن دمنا كراد، بس بدي يفهم شو زمنا. حدا يقول لي بس إذا نحن ما لنا حق ليش جينا على هالدنيا؟ إذا ما لنا أرض ووطن ليش جينا على هالبلد؟ ليش نزحونا؟ لسه بيحكوا نازحين ونازحين. والد روجيندا ووالدتها غالبا الدموع وتقدما جموعا اعتصموا في ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية تنديدا بالهجوم التركي. أنا فرحانة كأي أب شهيد دافع عن تراب الوطن، دافع عن الشعب والإنسانية، وأنا حزين كاستشهد ليس معنا إلا سوى التراب والأرض والسماء والنجوم والله وشعبنا. هتفوا لروجافا، هذه المنطقة الكردية في شمال سوريا والمتاخمة للحدود التركية، والتي يطالبون المجتمع الدولي بالاعتراف بحكمها الذاتي. أهالينا هنيك، أولادنا عم تنقتل كل دقيقة، الأطفال عم يموتوا، عم يتهجروا، عم ينحرموا من أبسط حقوق الحياة. فما فينا نقعد ببيوتنا، وبدنا نضلنا لحتى أردوغان يفك عدوانه على شمال سوريا وعلى شعبنا وكل المكونات هنيك. يلقى المعتصمون الأكراد تضامنا كبيرا من الأرمني في لبنان الذين يشاطرونهم رفض السياسات التركية عبر التاريخ، وهم يعتزمون التحرك هذا الأسبوع ضد السفارة التركية في لبنان. هذا التجمع الكردي في وسط العاصمة اللبنانية يعكس التمسك بقضية لن يتوقف أهلها عن تقديم الدماء والتضحيات حتى بلوغها مراميها. ويؤكد الناشطون هنا أن هكذا تجمعات ستستمر رفعاً للصوت أمام المجتمع الدولي ودعماً للمناضلين في شمال سوريا. كلوديا بحنا، الغد، بيروت.